النهاردة هنتكلم على حقن البلازما أو البي آر بي. في حقن البلازما احنا بناخد الدم من نفس الشخص وبنحط في جهاز معين علشان نفصل كرات الدم الحمراء والبيضاء عن البلازما والصفائح الدموية. ليه البلازما والصفائح الدموية؟ لأن هما دول اللي فيهم عوامل النمو أو الجروث فاكتورز. لما بنرجع نحقن البلازما مرة تانية الغنية بالصفائح الدموية بعد تنشيطها في نفس الشخص بتعمل على ترميم الجلد، تكوين كولاجين جديد، تجديد الأنسجة والخلايا، وبالتالي مقاومة التجاعيد.